الـ 8 XXL Energy بطولة لبنان لكرة الصالة فوتسال ودربي الجامعات بين AUST و USJ عاصف بالأهداف، فبعد ما شهدت المباراة الأولى 15 هدف 10 منهم للـ USJ، المباراة الثانية ما قلت شأن من حيث الأهداف، فلاعب منتخب كولومبيا يوليان دياز النجم الجديد للـ USJ وعلي ظاهر المهاجم الخطير الاعتيادي رح يسجلوا 9 أهداف بمرمى الـ AUST يلي غاب العنصر الأجنبي عن صفوفه، العامل يلي وضع بصمته على نتيجة المباراتين وخلى يوليان دياز ينفر بالعروض الرائعة على أرض الملعب بفنيات ومهارات عالية. السيري بدربي الجامعات هالموسم حسمت للـ USJ 2-0 بعد ما فازت بهالمباراة بنتيجة أيضا عريضة 10-3 لتتأهل إلى الفاينل فور وتواجه الميادين وصيف البطل وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، ويلي أعاد النجم الكولومبي أنجيلو تكارو إلى صفوفه، أنجيلو زميل يوليان دياز بمنتخب كولومبيا، لتكون مواجهة كولومبية بين لاعبين خارقين. المستفيد الأول هو المشاهد والجمهور، وعلى USJ العمل على تحسين دفاعه بحال عم بفكر بالوصول إلى الفاينل.